بسوي اليوم الكشنة أو الخلطة اللي بحطها على الكبسة. هني خليت البصل بس لين لونه يتغير، بحط الزبيب زين واختياري هذا، يا بتحطون النخي ولا تحطون هذا الحمص الصغير يعني نفس العدس، فأنا أحب هلا أحط النخي زين، بخلطه الحين. شو بحط؟ قفشة صغيرة من الهيل المطحون زين، وملح وشوية بهارات الكبسة شوية بس، بحط الملح بس وبسكر. وهاي كبستنا جاهزة وبالهني والعافية علينا، والقريب يقرب والبعيد سهمه العافية.